تسمم 40 طفلاً في مدرسة الحكمة هاي سكول تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 5، خبر تناقلته وسائل الإعلام وهز الرأي العام، ما دفع مدرسة الحكمة إلى التوضيح كاشفة عن إعازها في إجراء تحقيق فوري وشفاف لمعرفة الأسباب، واضعة نفسها في تصرف وزارة الصحة بهدف التعاون والتنسيق. كان في عنا 40 حالة غياب، 17 تلميذ منهم كان عندهم حالات إسهال وتقيؤ امبارح نهار الخميس، بس الباقيين في عندهم حالات سعلة ورشح واللي هو الأمراض العادية اللي الولد بيواجهها. ومن أصل 360 شخص أكلوا كان عنا هول الحالات فقط. من الأهل طلبنا منهم أنه اللي عمل فحص لولد وعنده أي دوكيومنت يفرجينا إياه يعرض لنا إياه أنه في حالة تسمم. لحديت هلأ ما حدا قدم للمدرسة ولا دوكيومنت بيقول انه الولد غيب لانه كان عنده حالة تسمم. نحن حتى المي الموجودة بالمبنى كلها إلها فلترات، وكمان الأولاد هن اللي بيجيبوا المي تبعهم معهم، وبحال بدهم مي اكسترا نحن منقدم أنانة مي مسكرة، يعني الولد ما بيشرب من أي حنفية. الخضرة والفواكه وكله بيتعقم بالطرق الصحيحة اللي لازم يتعقم فيها، فما بقدر ولا مرة واجهنا بالأساس مشكلة من 20 سنة لهلأ بالنسبة للأكل أو بالنسبة للنظافة عنا بالمدرسة. كاميرا الجديد جالت في المطبخ وقاعة الطعام وصفوف التلامذة والمراحيض وسائر الأقسام ولم تجد سوى الرسوم التزيينية. أما وزارة الصحة فتنتظر صدور نتائج الفحوص المخبرية بعد إرسالها فريقا يكشف في المدرسة. نحن كوزارة الصحة فور تبلغنا بالشيء اللي صار بمدرسة الحكمة، أعطينا الأوامر لمصلحة الصحة بالمبنى، توجهت فورا للمدرسة وكشفت اليوم على المطبخ وعلى المياه، وبالغد رح يكون في فريق متراسل من وزارة الصحة رح كمان يطلع لفوق يكشف ياخد عينات، بناء على العينات اللي اتخذت بناء على التقارير حتى نطلع من قبل الفريق اللي كشف اليوم رح يكون عنا تقرير واضح عن أسباب حالات اللي تعرضوا لها الأطفال بالمدرسة. تتعاون مدرسة الحكمة ووزارة الصحة لكشف أسباب حالات غياب التلامذة 40، والجهتان تعلنان اتخاذ التدابير اللازمة بحق أي إهمال أو تقصير، وفي حال تبين أن الأمر غير جرثومي فستعمل المدرسة لمحاسبة من شهر بسمعتها. رواند أبو خزام، قناة الجديد.